أنا لست إخوانيا ولم أنتمي للإخوان يوما ما، ولا أقول ذلك تشفيا في أحد ولا لأنهم ناس وحشة، لا، ما تحدثت عن الناس بشر. لما كانوا في السلطة عارضتهم وقلت قولة الحق. لما خرج الدكتور مرسي يطلب القرض الربوي من بنك النكد الدولي خرجت وقلت هذا حرام لا يجوز يا دكتور مرسي. لما الدكتور مرسي قال النسبة 1.6% قلت له لست شيخا يا دكتور مرسي. أنا قلت الدكتور مرسي لا يزال عاصيا لله ما لم يطبق شرع الله. ولما جاب القرض الربوي قلت له هذا حرام، قلتها لله وكنت مستعدا أن أحاسب أو أعتقل ساعتها من الإخوان، ما تفرقش معي. كنتم مشايخ فتنة تدعون للحرب الأهلية والإهدار الدماء. يعني مش تسليم أهل امبارح ده، أنت مستمر في لا هو انت طيب جزاك الله هو انت الذي ينتقدك يبقى بيسلمك يسلمك لمين؟ انت راجل اخلاق زي الفل. وبعدين اذا تم تسليمك يا سيدي انت مش واثق في القضاء المصري؟ يا سلام انا اثق في القضاء المصري. يا سلام والله والله.